حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. توقع البنك الدولي تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال عامي 2023 و2023، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في العراق إلى 4% في عام 2023 وإلى 3% عام 2024. ورجح أن يؤدي نقص إمدادات المياه والكهرباء إضافة إلى ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي وانتشار العنف إلى عرقلة جهودها في تحقيق معدلات نمو أقوى. وقال البنك إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العامين القادمين. أكد النائب السابق ساركوت شمس الدين أن نجاح منع تهريب العملة الأجنبية يبدأ من تشديد الإجراءات في مطارات كردستان العراق. قال شمس الدين إنه إذا أرادت الحكومة السيطرة على منع تهريب الدولار فعليها تشديد إجراءاتها في مطارات ومنافذ كردستان العراق. وأضاف أن المعابر في كردستان العراق تدار من قبل المتنفذين، مطالبا بتشديد الإجراءات كون التهريب مستمر وبمبالغ ضخمة ولدول مختلفة. كشف عدد من موظفي عقود الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل في العراق عن قيام الوزارة بإقصائهم من عقودهم رغم امتلاكهم خدمة 3 سنوات. قال موظفو العقود إنه رغم إرسال شركتهم عدة كتب لغرض التثبيت على الملاك الدائم أيدت فيها توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي والحاجة الفعلية لهم، إلا أن وزارة النقل امتنعت من تجديد عقودهم، وإن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية قامت بقطع رواتبهم. قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي إن العراق يعاني من مشكلة تسويق النفط خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف صبحي أن دولا كالصين والهند بدأتا تتوجهان لشراء النفط الروسي لأنه أقل سعرا، في حين كان النفط العراقي قبل الحرب هو الأكثر رغبة لديها، لافتا إلى أن العراق يمكن أن يتوجه خلال المرحلة المقبلة إلى أوروبا لتسويق نفطه إلى جانب دول الخليج والولايات المتحدة التي تعمل في تلك المنطقة. بلغت صادرات العراق النفطية لأمريكا في شهر كانون الثاني الماضي نحو 8 ملايين برميل من أصل أكثر من 100 مليون برميل صدرها العراق خلال الشهر الفائت. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال الشهر كانون الثاني الماضي 7,874,000 برميل وبمعدل 254,000 برميل يوميا، منخفضا عن شهر كانون الأول والذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا نحو 9 ملايين برميل وبمعدل 288,000 برميل يوميا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.